الشوط الاولاني عملنا ان بلوك ميديان، يعني حاولنا باش نفتكر الكره في وسط الميدان ونمشيو بالهجمات السريعه ولا نبداو من خلف نبنيو الهجمات نتاعنا. ما نجحناش على مستوى افتكاك الكره في المناطق اللي احنا اخترناها، خلى اللي كانوا منافس وصل عديد من المرات للمناطق نتاعنا. في تقريبا بعد 20 دقيقة عودنا خذينا السيطرة، ما فماش خطورة كبيرة على الدفاع نتاعنا. مالوروزمون قبل 10 ثواني من دخول ما بين الشوطين قل التركيز تخلتنا اللي كانوا تأخرنا في النتيجة على مستوى 1-0. الشوط الثاني دخل نعيم، دخل علي، عطاو إضافة على مستوى الهجوم. اللاعبية ما قصروش، عطاو الماكسيموم نتاعهم. نحب نرجع شويه للظروف اللي تعداو بها، برشا لاعبين 7-8 راجعين من الكوفيد، ما قصروش، عطاو له ماكسيموم، خرجوا كل ما عندهم. الغالب التوفيق ما كانش موجود في الظروف الصعيبه هذه. لكن منظر في الشوط الثاني، يعني كان في امكانيه الرجوع في المباراه، كان في فرص، وهذا من خلي ربما انه في شيء كان ناقص اليوم. نعرف كوفيد، نعرف ربما في لاعبين ناقصين نسق، لكن في شيء كان ناقص مقارنه بالروح اللي شفناها في مباراه نيجيريا. صحيح، الروح كانت فما موجوده، حتى اليوم كان فما فولونتي كبيره وفي كبيره، كانوا عازمين الاولاد باش يمشيوا لبعيد، عطاو لهم ماكسيموم. ما نجمش نلوم عليهم على في حد شيء، خاطر اللي عاش معاهم يعرف شنو اللي تعداو به. ما كناش موافقين في الشوط الثاني على مستوى المردود، الملاعبيه ما قصروش، على مستوى النتيجه نتحملها انا النتيجه. تحملها انت منظر النتيجه؟ ديما ما كانش حليفنا.